إيران أعلن رئيس السلطة القضائية العفو عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات. وذكرت وسائل إعلام إيرانية مطلع الشهر الماضي أن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر عفوا عن عشرات ألاف السجناء اعتقل بعضهم خلال الاحتجاجات. وتشهد إيران منذ أيلول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة تبعتها حملة اعتقالات واسعة النطاق. ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي مصدق بور. سيد مصدق، أهلا وسهلا بك. إذا سيد مصدق، نسألك بداية عن إصداء هذا القرار في الأوساط الإيرانية السياسية وكذلك الشوارع الإيرانية. نعم، شكرا لكم. طبعا هذا القرار كان لابد منه، يعني هذا القرار لأن هناك فتنة اشتعلت في إيران، هناك أصابع أجنبية وهناك إحمار في الداخل، وبالتالي هناك بعض الشباب يعني غرر بهم، هناك بينهم من كان مرتبطا بدوائر اجنبيه ويعمل وفق اجندات، وبين شباب يعني خرجوا بصوره عفويه يطالبون بحقوقهم ومتدمرين من هذا الوضع. وبالتالي النظام يعني وضعت خطوط فاصله بين هؤلاء الشباب المغرر بهم وشباب المحقين المطلبيين الذين خرجوا في هذه التظاهرات. وبالتالي الظروف كانت صعبة جدا، يعني البلد كان يشتعل، وبالتالي كانت هناك عمليات اعتقال ربما طالت حتى بقية الشباب يعني. وبالتالي النظام منذ البداية يعني واخذ يغربل ويفرج عن هؤلاء الشباب المطلبيين المحقين، وابقى على الذين ارتكبوا جرائم، يعني جرائم قتل، حرائق واعتداءات وتدمير للبنى التحتية. لكن اليوم النظام يعني هو وسع من دائرة هذا العفو، يعني هو فقط أبقى على الذين ارتكبوا جرائم قتل فقط، يعني وبقية حتى الذين يعني كانوا يرددون بشعارات ضد المرشد الأعلى للثورة في إيران والرئيس الأعلى يعني النظام. وبالتالي الكل يعني بناء على طلب القائد واقتراح من المسؤولين واتخذت هذه الخطوة. أنا أعتقد يعني هذه الخطوة هي فريدة من نوعها، ربما في المرات السابقة لم نكن نشهد، لكن هذه المرة يعني عفوا عندما نسمع يعني عشرات الآلاف تخرج عنهم، يا ترى كم هو العدد إذن يعني ربما هنا وخاصة عندما نتحدث كثيرة. عن 22 ألف شخص سيد مصدق، يعني الاتهامات هنا تتباين، وهو ما هل جميعهم وجهت إليهم اتهامات؟ فهذا العدد كبير جدا، وبين ماذا وماذا تمايزت؟ نتحدث عن أن جميعهم متهمون بمعارضة الثورة والتشكيك بها، أم هي تختلف بحد أكبر؟ لا، هناك يعني فوارق في الواقع، يعني هم منذ البداية كانوا يعني عندما قاموا بتوقيف هؤلاء الشباب دعوا يعني البعض منهم، إذا كان هناك من هو نادم ويقدم ورقة بأنه سوف لن يشارك في أعمال العنف يفرج عنه، في حينها تم الإفراج عن الكثير. ولكن هناك بعض الشباب، شباب يعني على حال يعني لديهم غرور خاص، هم كانوا يمتنعون عن تقديم، والنظام كان يشعر بأن وجودهم في الخارج ربما سيؤجج الأوضاع أكثر، وبالتالي وسعى للاحتفاظ بهم يعني في داخل المعتقلات. ولكن اليوم هو يفرج عنهم. نعم، هناك فوارق، يعني هناك من ردد شعارات، هناك من يعني قاموا بأعمال يعني تظاهرات، وهذه التظاهرات ولكن جميعهم يرتبطون بموضوع التظاهرات بشكل مباشر. نعم، مرتبطين بهذه التظاهرة، ولكن يعني طريقة الأداء والسلوك هي الأهم. يعني التظاهرات في حق، يعني حق يكفله القانون والدستور في إيران، يعني من حق المواطن الإيراني أن يقوم بالتظاهرات، ومن حقه أن يعترض يعني على السلطة التنفيذية إذا كانت لديها أداءات خاطئة، إذا كانت يعني البلد يعاني من سوء الإدارة، وبالتالي هذا من حقهم، يعني النظام لا ينكر هذا الشيء. وبالتالي يعني تم الإفراج عن هؤلاء اليوم، يعني هم أفرجوا عن معظمهم، يعني ربما بقي منهم فقط الذين ارتكبوا جرائم قتل يعني فجيعة، قاموا باستخدام
يعني آلات قتالة باردة وساخنة، أطلقوا النار، قتلوا رجال الأمن، قتلوا الشرطة، قتلوا أفراد عاديين، قتلوا قوات التابعة. وبالتالي يعني هناك نفر وليس عدد كبير، يعني هؤلاء ألقي عليهم يعني في داخل السجن، علما أن كل هؤلاء الذين أفرج عنهم كانوا قد كانت هناك ملفات عدت لهم ولم تكتمل، يعني حتى عمليات التحقيق لم تكتمل محاكمتهم، وبالتالي جاء قرار العفو بالإفراج عنهم بغض النظر عن أي مرحلة وصلت إليه هذه التحقيقات، وبالتالي شملهم العفو معظمهم ما عدا هذا النفر القليل من الذين كما قلت يعني ارتكبوا جرائم قتل، وهذا غير مقبول يعني لا في إيران ولا في الدول الغربية ولا في أي دولة، يعني لا في الأردن ولا في أي مكان مقبول أنه يعني تعرض للبنى التحتية، قتل الأبناء، استخدام السلاح، هذه الأمور يعني وضحت الصورة في ذلك. من نطاق التظاهرة، تخرج من نطاق التظاهرة المطلبية السلمية. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي مصدق بور، كنت معنا من طهران.